طيب نبدأ خلاص، نتوكل على الله ولا ايه؟ اتفضل. ولا نستنى شوية؟ لا لا اتفضل. طيب يعني 27 years old female patient present to the emergency department with a 4-day history of rash. She reported having taken an overdose of medication one day prior to the rash developing, but she refused to say what she took. ايه البت الغريبة دي؟ He was no past medical history of note, but has a history of recurrent depression and the previous overdose. No family history of note. Presentation, her observation are heart rate 56 bradycardia يعني blood pressure 127/72 معقول, respiratory rate 18 يعني oxygen saturation 100% زي الفل, and examination you note generalized non-plunging particular rash. نقط يعني مش بتفتح يعني clotting عامله زي clotting. Blood result are as follow. صوديوم 134 قليل شويه, بوتاسيوم معقول, هيموجلوبين 130 كويس, بليتلت 75 قليله عشان كده قلت لك كلوتينج. Which is the most likely medication she took, ايبيبروفين, باراستامول, املدبين, سيرترالين, سيموفاستاتين. ايه من دول بقى بيعمل ثرومبوسايتوبينيا؟ انا في رايي ما فيش الا الايبيبروفين هو اللي ممكن يعمل ثرومبوسايتوبينيا, نون صح ولا استرويدر ايه؟ يعني اعتقد نون استرويدر. مفيش حاجه تاني. طب نشوفهم كده. صح, non-steroidal are causes of thrombocytopenia. The patient has evidence of thrombocytopenia likely secondary to in non-steroidal. نون باراسيتامول والأملي. بلانشنج اللي بيقولوا نون عليها دي اللي بلانشنج, هي بص البربرا هو الراش البربرا اللي بتطلع بيربر. اصل البربرا. الراش ممكن تبقى حاجتين, في الراش العادية اللي هو انت تضغط عليها تفتح, دي معناها راش عادية ما فيهاش حاجة شوية انفلاميشن, وفي راش تضغط عليها تلاقيها ما بتفتحتش, نفس النقطة الحمراء موجودة, دي معناه ان في مايكرو ثرومباي صغيرة هي اللي عاملة في الجلد النقط دي ما راحتش, فاهم انت دي قصدي؟ بقى السيروم سيتوبيني. السيروم ما سيتوبيني دي البربر ثرومبوسيتوبينيا لما عملت, بتيجي والحاجات دي. بالظبط ثرومبوسيتوبينيا عملت الايه؟ عملت الحاجات الصغيرة دي فخلت البتاع بالشكل ده يعني. باراسيتامول والاملدوبين والسيرترالين والسيمفاستاتين دونت يوجوالي كوز ثرومبوسيتوبينيا. على فكره سؤال, برغم يعني انا اللي خلاني اعرفها ان هم, انا فاكر لسه ثرومبوسيتوبينيا, بس انا استحاله كنت هفكر في الايبوبروفين في الظروف العاديه ان يعمل لي ثرومبوسيتوبينيا يعني درنج انديوز ثرومبوسيتوبينيا. بروبابلي اميون ميديتد, كنا قلناهم قبل كده بس نقولهم تاني من باب ان ربنا يحفظهم يعني. اول حاجه الانتيبيوتيك, كانت الدكتوره سوسن جزاها الله خير قالت لنا رسب اللي هو ريفامبيسين وسلفونامايد وبنسلين رسب, وبعد كده نضيف مع اي انتيبيوتيك ان السيد على طول مضاد حيوي, كانك واحد عنده برد مضاد حيوي وايه ونون استرويد, وبعد كده هتدي اللي هو الانتي بليتليت عندك اللي هم الهيبرين والابي ابيستكسيماب طبعا تمام, وبعد الاثنين كده بيعملوا هتدي هيت. يا فندم بقول الاثنين هيبرين. بيعملوا هيت. بالظبط هيبرين وابيستكسيماب, وبعد كده عندك بقى تفكر في الانتي كونفالزنت. انتي كونفالزنت زي الكاربامازابين والفالوبريت, وتفكر اما انت فكرت الاول في كان السي بتقول اس سي. واحد انديوسر واحد انهيبيتور صح؟ ايه ده يا فندم؟ واحد انديوسر واحد انهيبيتور. لا هو الكاربامازابين والفالوبريت الاثنين هيبيتور باين؟ هو الايزو, استنى بس, الايزونازيد انهيبيتور والفينيتوين هو لا لا انا اللي بتكلم هو هو انتي كونفالسنت. انتي كونفالزنت. الكاربا الاثنين الكاربامازابين ده انديوسر لا هو والفالبريت اللي كان, انهيبيتور. لا هو اللي كان انهيبيتور, اللي كان انديوسر الوحيد كان الفينيتوين يا جماعه. كاربا والفالوبريت كانوا الاثنين اسمه ايه ده انهيبيتورز. لا 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 كاربامازابين انديوسر والفالبريت انهيبيتور. لا احنا كده اختلفنا, نجيب حد يفصل يوصل. انا فاكر الاثنين, فاكر الاثنين انهيبيتور بصراحه. لا لا كان كل انتي كواجول انتي كونفالزنت كانوا انديوسر اكسبت انهيبيتور سودان بالبريد لا يا راجل, ده انديوسر. كلهم كانوا كلهم انهيبيتور ما عدا الفينيتوين, بس هو اللي كان, هو الفينيتوين والريفامبيسين كانوا هم الانديوسر بس, حتى كنا قلناها في الباراسيتامول مره. ايوه انا الفالبوريت كان انهيبيتور يا احمد. فالبريت ايوه انهبيت انهيبيتور. وكارباميزابين ايوه والكارباميزابين انهبيت. لا كارلو زبيصر. طب حد يعرف يجيبها لنا؟ طب جيبها لنا كده يا احمد الله يخليك, دور عليها قبل ما نقول الحته دي.
ماشي. تاني حاجة هنا الفيروسوميد بيعمل سيروم سيتوبينيا فبيعمل بتيكي، كانوا قالوا إن السيازيد برضو بيعمل راش، قلنا بس أعتقد ده ملوش دعوة مش عن طريق السيروم سيتوبينيا، يعني راش اللي هو لا لا الفوتوسنسيتيفيت فولت صح؟ سيفتي. أنت بس بتاكل هو إيه يا بيعمل محمد؟ ايه؟ انا كده ما تاخدش بالك. لا ركز معانا. ما هو ده اللي بيجيب التركيز يا حسن. ماشي نقولها تاني بقى كده. قلنا الانتيبيوتيك رسب اللي هو ريفامبيزين وسلفونامايد وبنسلين، بعد كده هنقول النون استرويدال، بعد كده الاثنين الانتيكواجلنت الهيبرين والابيسكسيماب، ونفتكر معاهم كحاجه للسي في اس الفلوزامايد اللوب دايوريتيك يعني، وبعد كده نفتكر الانتي كونفالسنت اخر حاجه اللي هي كاربامازابين وفالوبريت، واخر حاجه الملاريا الانكوينين. جبتها يا احمد ولا ما جبتهاش؟ بحاول اجيبها اهو، بدور عليها. طب اجيبها لك انا؟ ادور عليها انا اجيبها لا لك لا انا واجيبها هدور لك انا؟ عليها، كمل بس وانا بشوفها. كمل. طيب ماشي. 71 years old man who has atrial fibrillation and heart failure is started in digoxin. What is the mechanism of action of digoxin؟ كان صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب بوتاسيوم. انهبيتور. تمام. هو ده. اخر واحده هي صوديوم بوتاسيوم ديجوكسين انهبيت الصوديوم بوتاسيوم. سأل السؤال ده كتير جدا في الامتحان على فكره، كتير جدا جدا جوه الامتحان هتلاقيه كذا مره مش مره واحده. صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب ديجوكسين. ديجوكسين از كارديال جلايكوزايد ناو مينلي يوزد فور ريت كنترول ان ذا مانجمنت اوف اتريال فيبريليشن. As it has positive inotropic properties, sometimes used for improving symptoms, but no mortality in patients with heart failure. ممكن تستخدمه في الاتريال فيبريليشن بس خاصة مش كتير طبعا يعني. بس هو دلوقتي بيستخدم اكتر لو معاه هارت فيلير. كنت عايز اسالك يا حسن، هو كالسيوم جلوكونيت كنا بنديه في الهايبركاليميا وبنديه في الهايبوكالسيميا وبنديه في ايه في الارزميات؟ عشان انا مش فاكرها وعايز افتكرها. حد فاكر يا جماعة السؤال ده عارف ولا؟ بصراحة، هو في صورة جات لنا على الجروب اهي. طب افتحها لنا كبير بقى، تلاقي صورة أحمد. شوف الانهيبيتور اللي هو الصوديوم فالبوريت ده انهيبيتور. تمام. فين يا كبير؟ أنا مش شايف، أنت صون الصورة، أنت مش مشيرها يا حبيبي. طيب حاضر، عايز نشيرها. يا ريت والنبي. حاضر. نقراهم كده في السريع تاني عشان هو بيتنسوا، فايه كتر التكرار يعلم الشطار. وصلت عندكم؟ طيب اهو كان ال اهو الريفامبسين ال الكربة فوق، هي الكربة مزابين فوق اهو الحاجات. فينيتون وكربامازابين صح، انا فاكر الريفامبسين قوي والفينيتون، الكربة مش فاكره. الفينيتوين والكربامازابين يعني كان الانهيبيتور حاجه واحده بس، الصوديوم فالبريت. الله ينور يا ابو حميد، سيطره حبيبي طول عمرك، سيطره يا احمد الله والله. يخليك. طيب ماشي نقولهم بسرعه. طب خليك اقولهم تاني يا حسن، انه الابيليبتيك قلنا الفينيتوين والكربامازابين، ومع الفينيتوين والكربامازابين نفتكر الفينوباربيتون والباربيتوريتس وريفامبيسين وكورونيك الكحول، زي ما احنا قلنا ان هو بيعمل انديوسر في الاول انهيبيشن ومع تطويل انديوسر، والجريسو فلافين كان في بتاعه والسموكينج. تمام. الانتيبيوتيك اللي بتاع السيبرو كنت والاريسمو حافظها انه ايه، حافظها ان هم الانديوسر معظمهم بحرف الاف يعني، وفكرنا بيهم من الريفامبيسين تمام بحرف الاف. فينيتوين، فينوباربوريت، ريفامبيسين تمام، ريزيو فلافين اف برضه، وزود عليهم بقى سموكينج والكهول وعشبايه حلوه كده، خد بالك انا حافظهم تمام. في دماغي. الانهبيتور قول لي انهبيتور. الانهبيتور السيبرو والاريثرو، وخدنا الريفامبيسين فوق يبقى الايزونيزايد تحت. تمام. هزود عليهم بقى كادويه 2 ايه، الاميودارون والالوبيرانول 2 ايه، ومعاهم سي اللي هي سايميتيدين واختها الاوميبرازول، وخدنا فوق الجليسوفلافين، تحت ناخد الكينيزول والفلوكانيزول التسليكونيزول، وهناخد الفلوكساتين والسيرتالين يعني من الاميدرون، شبه البرولونجيشن في كيو تو ار انترفل، فيها حاجات شبهها كده كتير منها، الاستروميسين، الاميدرون، السيرتالين والفلوكساتين، كل دول كانوا في بيطولوا الكيو تي انترفل، فاهم انت قصدي؟ وبعد كده
يا فندم. صح، كان SSRI، وكان الاريثرومايسين، وكان بالظبط، الاميودارون، فاهم؟ دول ممكن صح. برضو ايه تفكرنا شويه، بنحاول نربط اي حاجه باي حاجه لازم ما ننساهمش يعني. ريتونافير طبعا البروتيز انهيبيتور، عشان كده هم انهيبيشن للبي 450، والسوديوم فالبريت لوحده في الانهيبيتور، تمام. والاكيوت والكونير بلاستين اللي هو ستريبتوجرامينز، تمام. يعني مع التكرار يعني ان شاء الله. هم انا حاسس انهم جم يعني، هو دي غلطه صغيره يعني، انا حاسس انهم جم بصراحه شكرا يا يعني. دكتور حاسس احمد. ان نكمل يا جماعه، قلنا الميكانيزم بتاعت الاكشن بتاعت الديجوكسين بيقلل الكوندكشن ثرو ذا اترو فنتريكولار نود، يوقف البام امبلس من الاترو فنتريكولار نود، وهيقلل السلو ري سلو الفنتريكولار ريت من قبل من نتيجه الاتريال فابليشن والفلاتر، وبيزود ال كونتراكشن او انوتروبيك يعني افكت على الكارديك ماسل نتيجه الانهبيشن بتاع الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب، وبيعمل ستيموليشن اولسو للفيجاس نيرفس، ودي نارو سيربيوتيك انزكس زي الليثيوم الديجوكسين. الديجوكسين ليفل النص مونيتري روتينلي مونيتورد، ما بتشوفش باستمرار الا لو كنت شاكك في التوكسيستي. قلنا التوكسيستي كان بيبقى فيها جرين يلو فيجن، صح كده يا حسن؟ او يس يلو جرين فيجن. يلو جرين يس. If toxicity is suspected, digoxin concentration should be measured within 8 ل 12 hours of last dose. احنا قلنا ان هو لما تشوف الثيرابيوتيك بتاعه كان بيعمل 6 ساعات قبل بعد الدوز العاديه، صح كده؟ اللي هو ثراف، صح؟ ده جوكسين كان نص الليثيوم، الليثيوم كان اه اللي هو 6 بوست الثيرابيوتيك، صح؟ بوست الدوز، صح؟ لكن لما تيجي تشوف لكن لما تيجي تشوف عايز تشوف التوكسيستي ما بتشوفش في 6، بتشوفه زي الليثيوم من 8 ل 12. الدوجكسن توكسيستي بلازما كونسنتريشن الون دازنت ديترماين ويذر بيشنت هاز ديفلوبد دوجكسن توكسيستي. يعني لو جات لك حاله وقال لك ان الليفل بتاعها عالي في الدوجكسن، ده مش معناه ان هو عنده دوجكسن توكسيستي لوحده. توكسيستي مي اوكيور ايفن وين ذا كونسنتريشن از ان ويذن ذا نورمال ثيرابيوتيك رينج، يعني ممكن في ثيرابيوتيك رينج برضه يجي دوجكسن توكسيستي. سبريشن اتر فورمالي ادفايس ذات ذا لايك هود اوف توكسيستي انكريز بروجريسيفلي فروم 1.5 3 مايكروجرام بالليتر. يعني كل ما يزيد التركيز احتماليه ان يجي له توكسيستي بتعلى. فيتشر اول حاجه جنرال انوين اللي بيبقى ليثرجي ونوزيا وفوميتنج وانوركسيا وكونفيوجن ويلو جرين فيجن. طبعا اريزميا يعمل لك اي في بلوك، ما هو ده التاثير بتاعه، وبيعمل برادي كارديا من اي في بلوك ده، وبيعمل جاينيكوماستيا من الحاجات المهمه برضو. البريسبيتيتنج او الحاجات اللي بتزوده قلناها قبل كده الهايبوكاليميا، عشان الديجوكسين بيتخانق بيمسك في صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب في السيم سايد بتاعت البوتاسيوم، فلما يبقى فيها هايبوكاليميا الديجوكسين هياخد الابر هاند بايند اللي يمسك في الاي تي بيس بامب دي، في ايه يعمل انهبيشن اكتر لو ما يكون في هايبوكاليميا. لو في انكريزنج الايج برضو نفس الكلام. لو في رينال فيلير هي اسمه ايه ده هي رينال فيلير برضو هيقلل الاكسكريشن مع الايج زي الايج. ولو في مايوكاردر انفارشن او هايبوماجنيسيميا او هايبركالسيميا او هايبرناتريميا او اسيدوزيس، يعني المغنيسيوم ده برضه ريليتد للكاليميا، كاليميا مغنيسيميا الاثنين مع بعض، اللي عكسهم الكالسيوم والصوديوم والاسيدوزس بيجي برضه مع الايه؟ مع الـ لا بس بيجي عكس في الهايبر كاليميا للاسيدوز. يعني هو الهايبو كاليميا وهايبو مغنيسيميا، الباقي كله العكس بيجي بقى مع الهايبر كالسيميا والهايبر ناتريميا والاسيدوزس مش الالكالوز. الهايبو البينيميا برضه كله بقى هايبو، يعني هما الحاجتين الهايبر بس الناتريميا والكالسيميا بس، والهايبر اسيدوزس لو اعتبرنا الهايبر اتش يعني كاليميا وناتريميا واسيدوزس اتشات وكالسيوم وصوديوم، غير كده كله هايبو 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 البومينيا هايبو سيرميا هايبو سيروديز هايبو كاليميا كله. يعني في بعض الدراج برضو بتزود التوكسيستي بتاعت الديجوكسين زي الاميدرون والكونيدين والفيرابامين والدلتازيم. السبيرين لاكتون كان بيتخانق معاه في السكريشن من الديستال كونفليتد تبيول، بيقلل السكريشن بتاعه فيستنى في الجسم اكتر، فايه فبيعمل توكسيستي. يعني السبيرين لاكتون بيعمل توكسيستي والهايبوكاليميا بتعمل توكسيستي عن طريق برضه الخناق في الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز دي في الاكسكريشن زي الرينال فيلير كده، تمام. والسايكلوسبورين برضه اولسو دراج ويتش كوز هايبوكاليميا زي السيزايد زي الانلوب دايركت. احنا قلنا الهايبوكاليميا والحاجات اللي بتعملها يعني سبيرين لاكتون وكل السيزايد السايزايد واللوب دايريتك كل الدايريتكس قصدي تعمل لك هايبوكاليميا نفس الكلام وسبيرينولاكتون، وتضيف عليهم بقى الاميدارون اللي راشق في كل حاجه هو واخوك كونيدين والفيرابامين والدلتا زيم عشان الايه البيتا بلوكر افكت بتاعهم او البوزيتيف انتروبيك افكت اللي بيعملوه هم كمان شبه بتاع الهارت اكتر، فيبقى الفيرابامين والدلتا زيم مع الايه مع الـ
بعد اسمه ده الديجوكسن. العلاج بتاعه طبعا الديجوكسن سبيسيفيك انتي بودي اللي هو دي جي بايند، تحاول تكريكت الاريزمي وتحاول تمونيتور البوتاسيوم. Which one which of the following is less likely to precipitate factor تيتنج فاكتور ان ديجوكسن توكسيستي؟ لسه قايلينها بالتفصيل اهو، الهايبوكاليميا اكيد من الحاجات اللي بريسبيتيتنج فاكتور، صح ولا انا غلطان؟ هايبوكاليميا هو كاتب لك هنا هايبوسيرميا وهايبوماجنيسيميا وهايبوكالسيميا. ليست لايكلي، ليست لايكلي هو هايبر كالسيميا مش هايبوكالسيميا، يبقى هايبر كالسيميا مش هايبوكالسيميا. احنا قلنا كله هايبو، هايبوسيرميا ماشي، هايبوثايرويديزم ماشي، الثايرويد ما الثايرويد لما تبقى قليله هيبقى فيها سيرميا قليله. يبقى الحاجه الوحيده اللي قلناها ان فيها هايبر الكالسيوم والصوديوم والاتش اللي هي البوتاسيوم يعني. يبقى ايه؟ يبقى هايبوكالسيميا اهي. هايبر نوت هايبوكالسيميا مي بي بالستيتين فاكتور اند جوكسين توكسيستي. بعد كده 54 years old male present to the emergency department after taking a tablet سيريس تي minute ago. من 30 دقيقه خد بلبع حبايه كده هيكسبلين تابلتس حبايتين يعني ثلاثه شويه يعني هو عايز ينتحر يعني شكله كده. هيكسبلين هاو هي ريسنتلي سبليت ويز هيز وايف ويتش بروموت هيم تو انجست اول باك اوف اسبرين تابلت. مراته عايزه تخلص عليه انت سيب شويه دول حبيبي اون اكزامينيشن هي ابير هانكسس بات اول فايتال ساين ار ويز نورمال رينج اوف ذا فولوينج شود بي جيفن فيرست فور مانجمنت. ايه اللي بنعمله في كنا في بتاع هو في 30 دقيقه اكتيفيتد شاركول صح؟ لسه واخد اسبرين وبلعه ببلبعه، هنغسل له نعمل له شاركول ممكن يمشي معايا ولا ايه؟ صح يعني اكتيفيتد شاركول اول ساعه هو بيقول لك 30 مينت تمام 30 مينت ولا جاسك لافاج؟ لا اذا احنا قلنا بندي الشاركول في الاولاني، في اول حاجه الشاركول ما نفعش بنعمل ولا لافاج. لا مكتوب اكتيفيت شاركول اهو، بس احنا كنا قرانا في الباراسيتامول دي المعلومه دي صح، انه برضو كمان يا فندم within 1 hour في الباراسيتامول قريناها برضو. وتقريبا كله وزن 1 اور ما عدا الحاجات اللي هي البنزين والكلام اللي هو الكالي والاسيد والكلام الكورسيف والحاجات دي. اكتيفيتد شاركول كان بي يوزد وزن 1 اور اوف ان اسبرين اوفر دوز. اكتيفيتد شاركول كان بايند تو اسبرين ديكريز الابسوربشن. تشوز ذا فيرست لاين ان بيشنت هو هاف انجستد ذا دراج وزن 1 اور زي ما احنا نفسك قلنا. احنا قلنا اول حاجه لده، وكنا قلنا بعدها الفلويد تقريبا والالكالينيزيشن، واخر حاجه الهيموداياليسيس ده اللي انا فاكره يعني. الكالينيزيشن ويز ذا صوديوم بايكربونات انكريز ذا يورين بي اتش تو 7.5 ويتش ان تيرن انكريز الاكسكريشن اوف اسبرين ثرو ذيس روت. هو ده الكالي وده اسيد، هيزود البي اتش يخليه يطلع بره تمام. It is commonly used in the treatment and would likely to be used in this case, but after activated charcoal is given زي ما احنا قلنا charcoal الأول في خلال ساعة كده alkalization. بعد كده الهيمودايليسيس gastric lavage is rarely used nowadays as only used in specific emergency life-threatening situation. Complication include pulmonary aspiration and renal spasm. يعني موضوع اللافاج ده راحت عليه خلاص. اللي هو اللافاج بنستخدمه لما يبقى كوماتوزد. بالظبط والله انا تاني عشان نديله شاركول برضه من الاخر يعني برضه صح. هو هنا حتى نركز على كلمه ان هو جاست ان اكس شويه يعني مش حاجه كبيره. ده تهالك اللافاج ما بيتعملش خالص من دول يا جماعه زي ما هو قال عشان بالمون اسبيريشن والرينجو سبيز. اصل انت لما تكون في حاجه خطير تخيل كده معايا، انت مدي لواحد دواء خطير تمام وانت بتعمل له لافاج سيادتك، هو ممكن يرجع ويتنيل وانت بتعمل لافاج، يعمل لك اسبيريشن ويعمل لك نينه ب 60 مين. لو كروسيف ما ينفعش، لو حاجه اسيدك زياده ما تنفعش يعني، فاهم انت قصدي؟ فكل الادويه مش نافعه يعني، اغلب الادويه هتلاقيها مش نافعه. فاهم قصدي؟ فهيبقى مقرف في رايي انا. انا كنت هقول لكم كده من قبل ما اقرا المعلومه دي بصراحه، لقيته بيقول لك فعلا كومبليكيشن انكلود بالمونر اسبيريشن ريجوس فاز. هيجي يرجع بس هم بيعملوا تقريبا في السموم برضه دكتور محمد يعني. ايوه هي مش مساله، انا نفسي انا عملت قبل كده انا ابقى مريض. ايوه انت في الطوارئ في المنصوره بشوفهم دايما يا اما يدوا له الشربه الاكتيفيتي شاركول ديت، يا اما لو ما رضاش بيعملها بيركبوا له على طول الميه. ايه ده، هو انت المنصوره دي تبع يو كي ولا المنصوره في الطوارئ جميله جدا.
يا ابني كلنا في مصر ام الدنيا، ما خلاص نغلط بقى. بس لا 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 صح يا مصر. الكلام ده لما تقوله في حته محترمه اقول لك اه صح، يعني ما مين اللي بيشتغل صح هنا يعني، ما علينا. اسبرين توكسيستي كان كوز ذيس ريجوليشن اوف جلوكوز، اني بيشنت ويز altered mental ستيت اند لو شوجر شود بي جيفن ديكستروز. هو كان بيعمل هايبوجلسيميا، جلايسيميا الاسبرين كان بيزوده. اه هايبوجلسيميا لو كان معاه، كان سلفونيلورية، معاه مع السلفونيلورية ممكن سلفونيلورية يأثر، بس ايه ديس ريجوليشن اوف جلوكوز دي؟ يعني ايه اللي هخليه يعني في العادي لو انت ما بتديش انتي دايابيتيك دراج، ايه اللي هيخلي له شوجر في الاسبرين؟ مش عارف بصراحه، حد عنده فكره او عنده سبب لهذا الموضوع؟ لا المستوى لسه ما جاش. يعني هو قصده ان هي مثبته، يعني ان هيحصل ديس ريجوليشن مع الاسبرين توكسيستي. فانت اه بس ايه السبب يا كبير؟ ما اكيد في سبب. ايه السبب ان الاسبرين هيخلي الجلوكوز يقل يعني؟ لا مؤاخذه مش دخل البحر جنب القلعه ليا. ما علينا. هيموداياليسيس ممكن نبقى نسال انا مصطفى لما يجي يعني. هيموداياليسيس may be used in the treatment of salicylic poisoning. However, it would be first in this scenario. It would be used first in this scenario. ايه ده؟ يعني هو بيستخدم في التريتمنت بتاع السلسلية، مش هيبقى المفروض not you be used. It would be used first in this scenario. In the scenario. مش في السيناريو ده اعتقد ده. A key concept for the exam to be understood the salicylic overdose lead to a mixed respiratory alkalosis and metabolic acidosis. هو كانت اسبرين صح؟ اه سف اسبرين صح. Early stimulation of respiratory center هيعمل اسكالوزس، whilst later the direct effect بتاع الاسيد الساليسيليت مع الرينال فيلير اللي بيعمله يعمل لك اسيدوزس. In children metabolic acidosis tend to be predominant. في الاطفال قلنا ان هو ما بيحصلوش respiratory stimulation، ده هو نفسه سريع اصلا الطفل ما بيحصلوش respiratory stimulation. الفيتشرز بيحصل هايبر فنتيليشن، سنترال ستيموليتد اسبيريشن، ممكن يحصل له تينيتس وليثرجي، يدوخ كده ومش مركز ويبدا يعرق، سويتنج وبايركسيا ويسخن، برغم ان هو بيقلل الحراره بس بيسخنك من الحاجات اللي نفتكرها يعني. نوزيا وفوميتنج، هايبر وهايبو، صلاه النبي، هايبر جلايسيميا وهايبو جلايسيميا. هو قال لك ليه ديس طيب؟ ريجوليشن، ما قالش هايبر ما قالش حاجه. طب ليه بيعمل كده للاسف؟ بيلعب ليه على الجلوكوز بالشكل الغريب ده، مره هايبر ومره هايبر، ويعمل سيجرس وكوكوما. التريتمنت طبعا اي بي سي والشاركون في خلال ساعه، وبعد كده يقول الكلايزيشن بين الصوديوم بايكربونات، بيعمل اليمينيشن، واخر حاجه الهيموداياليسيس. انديكيشن الهيموداياليسيس كنا قلناها مره قبل كده، لو السيرم كونسنتريشن بتاعه اكتر من 700 مللي جرام في الليتر، او متابوليك اسيدوزس ريزيستنت تو تريتمنت، او رينال فيلير، او بالمونري اديما، او سيجرس او كوما، يعني الحاجات البلاوي السوداء يعني اللي هم السيجرس وكوما والرينال فيلير اللي ممكن يتعمل منه، والاديما حاجه على الهارت وكده، والاسيدوزس مش بيستجيب للتريتمنت، مش اي اسيدوزس، واخر حاجه ان الدواء نفسه تاثيره اكتر من 700 مللي جرام بالليتر. ست حاجات. السلسيت كوز ان كابلنج اوف اكسسيف فوسفوريليشن ليدنج تو ديكريز ادينوزين ترايفوسفيد برودكشن، انكريز اوكسجين كونسبشن، ان انكريز كربون دايوكسيد اند هيت برودكشن. ده اللي بيفسر اللي الهيت، هو كان كاتب لك هنا في الاعراض من هايبر فنتيليشن والدوخه والكلام ده وعرق وسخونيه، كنا حتى قعدنا نقول هو بيعمل سخونيه ودي غريبه برغم ان هو بيعالج السخونيه. طبعا نوزي والفوميتنج معروف عشان هو اسيدك بيبوظ المعده فيخليك ترجع تمام، لكن ليه بيعمل سخونيه؟ فهو بيقول لك ان هو بيعمل بيبوظ الاكسيدف فوسفوريليشن، فيزود يقلل الادينوزين ترايفوسفيت، فيزود الاكسجين كونسامشن، ويزود الكربون دايوكسيد فالهيت برودكشن تمام. يعني نتيجة الكربون، يعني من الأكسجين بيزيد والكربون بيزيد هو والحرارة، كأنك كأنه بيجري يعني في المكان يعني اللي خلى أسيتيل ساليسيليك. بس من الحاجات الكي بوينت المهمة قوي في الساليسيليك ده في رأيي يعني، غير الشاركول والبتاع ده والإنديكيشن بتاعت الهيموداليسيس اللي هم الستة في أربعة في مصايب والكونسنتريشن وميتابوليك أسيدوزس، الحرارة والديس ريجوليشن بتاع اللي اسمه إيه ده السكر دي، اه مهم قوي. انا شايف انها حاجات يعني غريبه ممكن ما تجيش في دماغك لو انت مش فاكر الموضوع او مش مركز فيه يعني.
17 years old female enter the emergency department after ingesting paracetamol tablets 3 hours ago. She had recently broken up with her boyfriend. كل شوية بقى هيجي لنا واحد من دول. She doesn't remember how much was ingested. هي مش فاكرة بلبعت قد إيه. Which of the following the toxic metabolite of the ingested drug. إيه بقى اللي بتاع إن أسيتايل بي بنزكوين أمين. قلناها قبل كده. هو ده اللي بيعمل اهو ان اسيتايل بي بنزكوين امين ده شرحناها يعني 50 الدكتور مره. محمد كان ليها بيقول عليها اختصار اسمها ناب، كان بيقول عليها نبكي مكتوبه اهي، صدق مكتوبه تحت انا يعني لما جبت الاجابه مكتوبه نبكي. نبكي هو بيقول لك باراسيتامول اوفر دوز اوكيور وين جلوتاسيون ستورز ران اوت. احنا قلنا الباراسيتامول هفكركم فيه بسرعه كده، باراسيتامول بيخش الليفر عايز يحصل له يتحول ديكسيفايد فبيخش عليه الجلوكرونيك اسيد يخلصه ويخلص لغايه ما يخلص خلص في الجلوكرونيك اسيد يبدا يشتغل بالبي 450 انزيم انهبيتور او البي 450 انزيم. فلما بيشتغل عليه بي 450 كخطوه اولى بيحوله التوكسيك برودكت اللي هو الان اسيتايل بي بنزكوين امين اللي هو لان نبكي ده بيمسك بقى اللي يطلع ده يمسك في الجلوتاسيون يتحول لايه يتحول ل كونجوجيتد يعني مع الجلوتاسيون ويبقى زي الفل يبقى ما فيهوش حاجه. مع الوقت طبعا البي 450 قاعد يكسر ويحول لان انستايل بنزاكوين والجلوتاسيون خلص مفيش جلوتاسيون يتراكم الماده دي، الماده دي توكسيك تقوم عامله بقى الاعراض المحببه بتاعه البرس. تمام معايا يا جماعه ولا ايه ولا تهتم معايا دكتور حسن؟ تمام. يعني هو اللي انا عايز بس استوضح عليه حاجه، قول يا كبير، قول يا كبير. هو انا لما باخد الباراسيتامول الجلوتاسيون هيتعامل ولا برضو السيتوكروم بي 450 هيتعامل معاه والاندي برودكت هيحصل لها؟ انا ما سمعتش السؤال، الصوت بيقطع يا دكتور حسن. طيب انا هقول لك انا فهمت ايه وتقول لي صح ولا غلط. يعني طب قول الباراسيتامول احنا بناخده تمام هيتعامل بيه اللي هو السيتوكروم 450 هيطلع البرودكت اللي هو نبكي ده هيحصل له كونجيوكيشن مع الجلوتاسيون لغايه ما مظبوط يحصل للجلوتاسيون وتبدا تظهر المشاكل، صح كده؟ مظبوط، الله يفتح عليك. تمام. بس هي في خطوه واحده بس ان ممكن انت نسيتها، هي مش مهمه قوي، ان هو في الاول الباراسيتامول بيحصل له ديتوكسيفيكيشن بالجلوكرونيك اسيد، بس عشان الجلوكرونيك اسيد برده ما بيكفيش فبيخش على الخطوه الثانيه اللي هو استغلال البي 450 واللي بتطلع توكسيك كومبوننت. تمام فاهم انت قصدي؟ يعني هو بيعمل الباراسيتامول توكسيك ديتوكسيفيكيشن على خطوتين، الخطوه الاولى يعمل كونجوجيشن مره واحده ويخلص الباراسيتامول، خلص الجلوكرونيك اسيد من عنده اللي موجود في الليفر. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يخش على البي 450، بس البي 450 بيطلع له توكسيك متابولايت فبايه يمسك في الجلوتاسيون عشان ما يبقاش توكسيك. مع الوقت الجلوتاسيون يخلص هو كمان، فاهم انت قصدي؟ فيقوم ايه لابسين بقى في الحيطه، لان انسيل بنزكوين ده يطلع يهري الدنيا ويبوظ يعمل المشاكل كلها يعني. تمام. The highly toxic metabolite is in acetyl او الاول نقرا باراسيتامول اوفر دوز كوز وين جلوتاسيون ستون ران اوت ليدنج تو انكريز الناب كيو اللي هو ان استايل بين بيتا او بي بنزكوين امين. The highly toxic metabolite is in acetyl بي بنزكوين امين in the liver glutathione conjugates this toxic metabolite to sustain and mercaptopurine. مش مشكله بقى، هو بيمسكها وبيخليها دي كونجوجيشن اللي هي الخطوه الثانيه في الميتابوليزم. مش احنا قلنا الخطوه الاولى كان بيبقى بتحول لاكتيف وعاده وتوكسيك كومباوند، الخطوه الثانيه اللي كان احمد قال لنا عليها هي اللي بتعمل الكونجوجيشن وتخلي الميتابولايت عاده مش توكسيك. اهو ده اللي بيحصل بالظبط. معايا يا جماعه؟ صحيح. تو سستين اند ميركابتوبيورين، هو بيحوله سستين وميركابتوبيورين كومباوند ويتش ار ذين اكسكريتد ان زيون. هو ان جلوتاسيون ليفل ار ديبليتد لان استايل بنزكوين ده هيبيلد اب ان ذا سيستم كوزنج مينلي فالمينيتنج ليفر فيلير بوتنشالي ليدنج تو ذس. هيبهدل بقى الدنيا، يبوظ الليفر خالص يعني. تمام. ان اسيتايل سيستين ذا انتيدوت تو ذا باراسيتامول اوفر دوز ريزولف ريستور ليفل اوف جلوتاسيون، ده بيزود لك الليفل بتاع الجلوتاسيون تاني. الاسيتايل ساليسيليك اسيد از انذر نيم فور اسبرين، ده هو الاسبرين يعني ساليسيليك اسيد. لا الاسبرين اللي يعتبر اسمه بيسموه اللي هو الجينيريك نيم. ايوه اسيتايل ساليسيليك اسيد هو ده كان برسم، هو ده باراسيتامول مش هتصحى. لا باراسيتامول مش هتصحى. في الفارما هم اي دواء له ثلاث اسماء. الاسبرين يعتبر الجينيريك نيم، الريفو مثلا اللي هو التريد نيم، والاسيتامول اسمه ايه كان ايه اللي احنا بنقول عليه الايه بقى اسيتايل ساليسيليك اسيد
هو هم نفسهم، بس ده يعني الاسم الايه بقى باين او ايه؟ مش عارف الكيميكال تقريبا، او هما جينيريك وتريد بس، يا بحسب هما مش هما اتنين بس، الجينيريك اللي هو اسم التصنيع والتريد اسم اللي بيتباع بيه. لا هم انا ثلاثة، ما اعرفش هم ممكن ثلاثة. التالتة دي حاجة تانية، بس انا هو اغلب الاماكن بيكتبوا الاتنين ده، هو تقريبا في حاجة تالتة فعلا بس انا ما اعرفهاش. انا فاكر الاتنين دول، الجينيريك الاسم اللي هو العلمي والتريد اللي بيتباع بيه، في حاجة كمان بس انا مش فاكرها. طيب نقرا الباراسيتامول اوفر دوز او ميتابوليك باث ويز ليفر نورمالي كونجيوجيت. الباراسيتامول اهو زي ما قلت لك يا حسن، اول حاجه ويز جلوكرونيك اسيد والسلفيت يورج ان اوفر دوز ذا كونجيوجيشن سيستم بيكم ساتوريتد ليدنج تو اوكسيديشن باي 450 ميكسد فانكشن اوكسيديزز ذيس برودكت توكسيك ميتابولايت اللي هو ان ستايل بي بنزاكوينامين. نورمالي جلوتاسيون اكت از ا ديفنس ميكانيزم باي كونجيوجيشن ويز ذا توكسين and forming the non-toxic mercaptopurine mercaptopuric acid. If glutathione store no run out, the toxin form convoluted bounds with the cell purine. لأن الستايل ده يمسك بقى في الايه cell protein يبوظها، يعمل denaturation creating them and leading to cell death. This occur not only in the hepatocyte but renal، كمان قلنا renal tubule، يعني لأن الستايل ده هيبوظ لك الليفر والكدني. ان ستايل سيستين، ان ستايل بنزاكوين ده، ان ستايل سيستين بقى بيستخدم في المانجمنت بتاع الباراسيتامول اوفر دوز از اتس بريكيورسر للجلوتاسيون بيزود الهيباتيك جلوتاسيون برودكشن. ذيس اكسبلانيشن واي ذير از ا لو ثريشولد فور تريتنج ميشن ويز تيكينج بي 450 اندكشن ميديكيشن زي الفينيتوين والريفامبيسين. ده كانت على ايه ده؟ البي 4 لما تاخد حاجه تظبط بي 450 زي الفينيتوين او الريفامبيسين هيبقى اللي اسمه ايه ده اللي تثبط ولا تندكشن؟ هو بيعمل اندكشن صح؟ للبي 450 ايوه لما تاخد ميتابوليك اكتر فهيدخلك في توكسيستي بالظبط بالظبط. الله يفتح عليك يا which one of the following statement regarding metformin is false؟ don't cause hypoglycemia. لا هي مش فولس دي صح. بيزود الانسولين سنسيتيفيتي صح برضه. ديكريز الهيباتيك جلوكونيوجينيسيس صح. انكريز اندوجينس انسولين سكريشن غلط. ريدوس جي اي تي ابزوربشن اوف ذا كربوهيدرات صح. هو ما بيزودش الانسولين سكريشن، ملوش دعوه بالانسولين سكريشن. هو مش جوجس ولا اسمه ايه؟ سكريتو جاجز. جاجز مش جاجز هو صح. لا لا يوريا هو اللي بيعمل القصه دي. سلفوناين ري والميجلينوتايد رابجلينوتايد جلينوتايد هم دول اللي بيعصروا البنكرياس صح. هم اللي هو بيعصروا البنكرياس. سلفوناين ري هاف ذا بروبرتي اوف انكريسينج اندوجينس انسولين سيكريشن. بعد ويتش وان اوف ذا فولوينج از ان ابسولوت كونتر انديكيشن تو كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز كنترول ذا هايبرتنشن هيستوري اوف كولستاسيس. اللي ممنوع ان انت تستخدمه مع الكومبايند اوراتور ابسولوت كونتر انديكيشن الكومبايند اوراتور كونتراسيبتيف بيلز كنترول ده هايبرتنشن ما تهقليش بصراحه لان هو كنترول هيستوري اوف كولستاسيس مش عارف وومن مور ذان 35 يرز اولد اند سموكينج مور ذان 15 سيجريت بير داي ما تهقليش. بودي ماس اندكس 5 3 38 كيلو